اعطيها الشغل ولا بقول له روح اعطيه. قول اسمع خذ هاي مقص الاظافر خليه معك ممكن يلزمك. قلت له ايمن انا مكلبش حاليا لو مش مكلبش كان حطيته في طين. بيرجعوني على الزرقاء بسياره الشرطه وانا مكلبش. بس وصلنا المخفر بالزرقاء نزلت مكلبش بحكي لهم يا زلمه شو في. يحكوا له انا شو عامل ولا بحكوا لي بتعرف بالمحكمه. احا يا زلمه خايف اروح على المحكمه يحكوا لي بتعرف يوم القيامه. قول لي شو عامل مشان الله يا زلمه اذا المصايب اللي ببالي انا روح فيها اعدام. ما بنقدر بكره بتروح على المحكمه وبتعرف. فقلت لا حول ولا قوه الا بالله. نمنا ليله من المخفر وثاني يوم طلعنا على المحكمه. وصلت المحكمه ومع اثنين حرس شرطه ومكلبش واموري تمام. اقسم بالله عشت اللحظه بقول انا العامل عمليات 11 سبتمبر. دخلت عند القاضي بقول لي انت محمد هيكل. قلت له لا. بقول لي في عام 2016 في الشهر الثامن اليوم التاسع على ابصر شو تم سرقه منك لابتوب. فانا قعدت اتذكر قلت له انسرق مني شنطه لابتوب كامله واشتكيت على الزلمه ومسكته انت قال لي مزبوط وانت تنازلت عن حق. قلت له صح حزنت على الزلمه وحكت معي امه وقلت خلص انا بديش منه شيء. انا هون مش فاهم قعدت افكر شو دخل اللابتوب اللي انسرق مني في اني ارجع من العقبه محبوس. قاعد يقول لي تنص الماده 14 على 2 ألف باء جيم دال انه عند اسقاط القضيه لا يجب ان تدفع دينار.